طيب تعالى نروح بقى، قول الو. الو الو انا الو، دايما بعمل ايه؟ اختبار وقدامك 20 ثانية. عرفني انا عايز عرفني من صوتي بقى، اسمع مين. قول تاني كده. عرفني من صوتي. دايما اشرف. ايمن اشرف تكسب 5 جنيه. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن شوبير؟ ازي حضرتك؟ وحشنا جدا، طمنا عليك. ربنا يخليك. الحمد لله كله بخير. بمتع على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وطبعا افشه نجم النجوم. حبيبي ايمن. العلاقة بينك وبين ايمن علاقة خاصة أفشة. ده ايمن اخوك الكبير. من اطيب الناس. يا لهوي، ده نضيف وطيب وجدع وراجل بصراحه. انا بحب ايمن جدا. لسه متواصلين؟ على طول على طول على طول. انا وياسر وايمن دايما بنتكلم فيديوهات، وعلى طول بنكلم والله. بعض واحنا مسافرين والحاجات دي كلها على طول. يا لا، لهوي. وبنتقابل كمان يا كابتن شوبير، يعني ايه يا جد؟ يعني ايه يا ايمن؟ بنتقابل كمان يعني. يعني بنتقابل. ده جميل، ده جميل. ايمن احكي لي لحظة القاضية. لا يعني لحظة القاضية ديت وصف، يعني الواحد شعوره عمره ما هيجي، يعني الكلام عمره ما يوصف الشعور يا كابتن شوبير. نعم. لأن أحلى لحظة في يعني في حياتنا كلنا، في تاريخنا في الكورة عموما. نعم. يعني شعور لا يوصف بصراحة. الموضوع الفرحة، الفرحة لأن كانت البطولة، كانت أول بطولة لنا في أفريقيا نرفع الكأس بتاع أفريقيا. كانت هي البطولة دي، وكان طموحنا وفكرنا الفترة اللي قبليها كان كل حلمنا ان احنا نرفع الكاس، لان الجيل ده ما كانش كان لسه رفع الكاس. فكانت من طبعا الفرحه، وكانت الفرحه فرحتين كمان لما يكون قدام المنافس بتاعك. لا يعني شعور لا يوصف بصراحه. وانت رايح على قفشه بعد الهدف قلت له ايه؟ لا انا كنت من كتر الفرحه، فرحه هستيريه طبعا. ايمن بيضرب بس. لكن ايمن بيضرب. ها؟ ايوه. لكن لا يعني كان بعد ما فرحنا شويه كده، انا وكذا حد في الفريق قلنا نركز العشر دقائق اللي صح فاضله، لان صح دي مهمه جدا. يعني اه الفرحه دي كانت ممكن تضيع، لكن في لحظات كده لازم الواحد بيبقى واخد باله منها، لان عشان الفرحه دي ما تضيعش. يعني اتغيرت طريقة اللعب، بنزور رامي مكان قفشه وبقيتوا 3 ورا، صح كده؟ صح كده. كانت تعليمات موسيماني ايه بقى في الوقت ده؟ ان احنا اهم حاجه ما يجيش فينا جون، يعني فاضل 10 دقايق تقريبا. المهم اهم حاجه ما يجيش فينا جون. وان كمان قبل الماتش، يعني المحاضره اللي احنا قعدنا فيها مع بعض كلعيبه قبل الماتش، لما السوليه قال يا جماعه انا لعبت نهائيين ورا بعض وعيطت فيهم، انا عايز اعيط في الماتش دوت. فرح. يعني ان انا اعيط من الفرح، يعني مش اعيط من الحزن. فالحاجات دي كلها كانت بتبقى جوانا كلعيبه كلها، بتفرق. طبعا بتفرق طبعا، ان نعم. احنا نفرح بعض ونفرح جمهور النادي الاهلي اللي معاش الفرحه صحيح. دي من 7 سنين قبليها. يعني قفشه بالتاكيد كنت تطمن لايمن، سيرد باك شغال، باك ليفت شغال، عنده كم من الرجوله ملوش حدود في الملعب. يعني ايمن اشرف اعتقد انه كان بيمثل لك صمام امان في الملعب. لا ايمن يعني بعيد عن ان هو مساك كبير والكلام ده كله، ايمن اصلا انا بحب طريقه لعبه، لان انا دايما بميل للمساك الاشول علشان انا يبقى عندي الحتتين بيلعبوا لي شمال او يمين. لكن لو الاثنين بيمين، في مساك العكس ما بيعرفش يلعبها شويه، يعني ما يعرفش يبصيل انا كلاعب 10 يعني. فلما يبقى واحد اشول واحد يمين، انا بستلم من الاثنين، فدي بتبقى ميزه ليا يعني. لكن ايمن بالنسبه لي هو ياسر ابراهيم لعبوا احسن ماتش في حياتي شفت لهم الاثنين. الاثنين كانوا هايلين. احسن ماتش شفته لايمن وياسر كان ماتش نهائي القرن. كانوا رجاله يعني قوي بصراحه. ايمن كان هو وياسر عاملين ماتش ماتش العمر بصراحه. صحيح. يعني شالونا كتير جدا مع هاني وعلي، لكن ايمن وياسر بالذات في الماتش ده كانوا عاملين ماتش كبير جدا. انت عايزين انت صاحب الليله كلها. لا يا حبيبي، كلنا صاحب الليله. كلنا كلكم والله اصحاب الليله يعني. كلنا والله. دي الجمال والحلو، ايمن مع علي معلول ومع قفشه، وربنا يديم يا رب الفرحه والمحبه، ونشوفك قريب في الملعب يا ايمن. ان شاء الله قريب باذن الله يا كابتن. باذن الله. بشكرك يا ايمن، شكرا جزيلا.